هنعمل ايه مع بعض دلوقتي؟ هنعمل جوافه بالرمان. عندي هنا شويه من عصير الرمان صفي، عندي شويه من الجوافه، عندي مكعبات ثلج وعندي عسل. زي ما احنا متعودين مكعبات الثلج بتاعتنا الاول، الفاكهه بتاعتنا عليه، العسل، واخيرا العصير. وزي ما احنا متعودين هننزله على مرتين، الاول شويه نجرش بيهم وبعد كده هنكمل الباقي. ونبتدي نضرب. طيب نزود باقي العصير. ونضرب ضربة أخيرة.